أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس الثمار اليانعة، ونحن أيها الإخوة مع علم كبير من أعلام المسلمين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقد عشنا معه مجلسا قرأنا فيه كلاما للذهبي رحمه الله في ترجمته، ثم سنقرأ إن شاء الله خلال هذه المجالس كلاما ذكره أبو حفص البزار رحمه الله في رسالته الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ونضيف إلى كلامه شيئا مما ذكر في غيرها من التراجم، وإنما آثرت أن أذكر أو أن يكون أكثر الكلام مأخوذا من هذه الترجمة التي كتبها أبو حفص البزار رحمه الله، لأنه رتبها على الأبواب، رتبها على الأبواب، فذكر علم شيخ الإسلام على حدة، وزهده على حدة، وجهاده وصبره على حدة، ونحو ذلك. سنقرأ إن شاء الله كلاما عن مولده ونشأته وطلبه للعلم في بداية أمره واجتهاده فيه ونبوغه مبكرا. أما مولده فكان بحران في سنة 61 و600، وقد بقي بها إلى أن بلغ 7 سنين، ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. ذكر البزار هنا أنه قد أخبره من يثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رحمه الله، أو عن جدة هذا الذي يثق به، أن شيخ الإسلام رحمه الله في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب، يعني للقراءة والكتابة، يتعلم القراءة والكتابة، يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان شيخ الإسلام يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار شيخ الإسلام كلما اجتاز يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. انظر إلى هذه الفطنة العظيمة عند شيخ الإسلام ولا يزال صغيرا، لما رأى أن اليهودي دائما يعترض ليسأله صار يجهز أشياء تدل على بطلان دين اليهود، ثم كلما لقيه اليهودي طرح عليه شيخ الإسلام هذا. قال: فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ رحمه الله على صغر سنه. قال: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار، ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها عدة مرات. هكذا كان السلف رحمهم الله يطلبون العلم، هذه كتب الحديث لا يفرطون فيها. قال: وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه. هذا ولا يزال حال نشأته وصغره، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ
وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معنى. قال: وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة ووفقه في جميع عمره لأعلام السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة، حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فلقد أحيى الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. ثم عقد رحمه الله فصلا في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته، فقال رحمه الله: أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته، فإنه فيه الغاية التي ينتهى إليها والنهاية التي يعول عليها. ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها، يبقى مجلسا طويلا وهو يفسر بعض آية. وقد تقول: لعل هذا المجلس مثل دروسنا نصف ساعة ثلث ساعة. لا، انظر ماذا يقول. قال: وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسيره. يعني لا تظن أنه كان يتفق مع بعض الطلاب مثلا يقول له: اقرأ علي من كذا وكذا، وهو قد جهز تفسيرها. لا، وإنما قال: بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره، وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسير، لكن يقطع نظرا في مصالح الآخرين. سبحان الله، انظر، يعني هذا أمر عظيم أيها الإخوة. هذه ليست قضية سهلة، أن شيخ الإسلام في مجالس التي يعني تعقد له في التفسير ما كان يجهز شيئا، ومع هذا يأتي في كل مجلس بما يقضي منه الناس العجب، وهذا إنما أتى من توفيق عظيم سبحانه من الله سبحانه وتعالى له، وماذا؟ وسعة الطلاع، لأنه كان يطالع ربما كما في ترجمته في بعض المواضع يطالع في الآية الواحدة 100 تفسير، وأحيانا لا يجد فيها ما يشفي ويكفي فيتمرغ في التراب ويدعو الله: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عليه. ومع ذلك فانظر ماذا يقول ابن تيمية عن نفسه. ذكر أبو عبد الله بن رشيق رحمه الله كما في كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام في المقدمة صفحة 58 أن شيخ الإسلام قال مرة: وعن حبسة حبسها وقد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا. يعني مع كل ذاك التبحر الذي كان يعجب منه العلماء للعامة، ومع هذا في آخر عمره يقول: ندمت أني ضيعت كثيرا من عمري في غير معاني القرآن. فسبحان الله العظيم. نعود إلى كلام البزار رحمه الله، يقول: ولقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا،
وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة. ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا. أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله من كراماته ومعجزاته، ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة، فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا لما يريده منه. فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف وفتوى أو استشهد به أو استدل به إلا عزاه في أي دواوين الإسلام هو ومن أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرها، وذكر اسم راويه من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا وبين في الحال حاله وحال أمره وذكره. ثم ذكر أنه مرة في حال محنته بمصر سجن وحيل بينه وبين كتبه، ومع ذلك صنف عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فيها ما احتاج إلى ذكر من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء والمحدثين والمؤلفين، وعزى كل ذلك إلى ناقليه وفي أي موضع هو، كل ذلك بديهة من حفظه بديهة من حفظه. ثم ذكر أن من جملتها كتاب الصارم المسلول، لكن المحقق يقول الراجح أن تأليف الصارم المسلول كان في الشام قبل سفر الشيخ إلى مصر بمدة طويلة. ثم قال ومنها ما منحه الله من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان وعصر، إلى آخر كلامه. ثم ذكر مؤلفاته، فذكر مؤلفات كثيرة. ثم ذكر قصته مع اليهودي، وهي قصة عجيبة لشيخ الإسلام رحمه الله، أن يهوديا سأله عن مسألة في القدر قد نظمها شعرا في 8 أبيات. جاء يهودي يريد التشكيك في مسألة القدر فنظم أبياتا 8 كأنه سائل مستفتن، فلما وقف عليها شيخ الإسلام فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها وجعل يكتب، والناس الذين بجانبه يظنون أنه يكتب نثرا، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها نظما يقرب من 184 بيتا. وهذه الأبيات موجودة في مجموع الفتاوى وعددها 125 بيتا، وهي تسمى التائية في القدر، التائية في القدر، وهي مطبوعة مشهورة. قال وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين، هذا من جملة بواهره. ونعم والله من قرأ هذه القصيدة رأى قوتها وكيف أتى فيها بالدلائل والمسائل وأجاب عن الشبه في مسألة القدر، كل هذا بديهة من غير سابق تحضير لسؤال يسأل عنه في نفس المجلس، وهذا والله عجيب. وهكذا أيها الإخوة تعلمون أن الواسطية التي نبقى نشرحها في عدة مجالس كتبها في مجلس، والحموية على عظمتها وما فيها من النقول العظيمة الطويلة كتبها في مجلس، في مجلس واحد، هذا يدل على علم غزير آتاه الله هذا الإمام، والله إنه آية من آيات الله. قال رحمه الله وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونصر بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وإيضاح حجته، هكذا قالوا إيضاح ولعله إدحاض، واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر ناظمها.
قال وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضا عينيه، وذلك كله مع عدم فكره فيه ورويته من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر، فلا يزال كذلك إلى أن يصمت. قال وكنت أراه حينئذ كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. قال وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم، ولا والله، انظر إلى هذا الكلام، ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه. سبحان الله. بهذا أيها الإخوة رفع شيخ الإسلام، لا بمجرد العلم، لكن تعظيم السنة، التعظيم الحقيقي النابع من القلب، ولهذا نذر نفسه ووقته وماله وكل ما يملك لنصرة الدين ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يأتي بعده من فعل مثل ما فعل في نصرة السنة فرحمه الله وغفر له. هذا شيء يسير من الكلام عن شيخ الإسلام، وسيأتي معنا ما هو أعظم خلال المجالس القادمة إن شاء الله. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.